فاضل على جوازه شهرين، بعد العيد بشهرين كنا خلاص هيخش، حقه جاهزه وشقته جاهزه واتفقنا له على تقريبا كل حاجه. عريس رايح الجنه، عريس رايح الجنه، عريس رايح الجنه. كانوا بيزفوه، العربيات كانت بتزفوه. هشوف اول مره اشوف جنازه كانوا بيصوروها، دي كانت بتتصور. عريس رايح الجنه، احنا استعوذنا ربنا فيه، بس عايزين زي ما هم حرقوا قلبنا يتحرقوا قلبهم. كل اللي بيقول لي يا حبيبي انت زي اخواتك سيبهم في حالهم، عامل لك ايه؟ انت ازاي تقول زي اخواتك؟ اعمل اللي انا عايزه فيه، يشرحوه بالسكاكين وبالمطب. ليه؟ اي ايه الذنب اللي هو عمله عشان انت تمسكه وتشرحه؟ الملائكه كانت مودياه لغايه التراب بتاعته، احنا كان نفسي يخش الشقه بتاعته مع عروسته، دخلناه بايدينا الامر. اتنين ماسكينه واتنين تانيين، واحد جاب للاسف سكينه وراح نغزه والتاني على دماغه. طعنا في الورك قطعه الشريان الرئيسي، نزل ميت في الحال. ان عواقب ارتكاب الجريمه وخيمه جدا، ستودي بك الى اوضاع ماساويه حزينه. نصيحه: لا تورط نفسك في ارتكاب اي جريمه او مخالفه للقانون، لان الجريمه لا تفيد. ساعه مع حنفي. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعة مع حنفي، القناه المعنيه بعالم الجريمه واللي بنخيلها بنرسخ لمفهومها من الغايه، ان الجريمه مهما كان ذكاء مرتكبها او فاعلها لن تفيد، وان العقاب واقع لا محاله. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت للاسف بعد الفطار في الأيام الكريمة المباركة اللي احنا فيها دي. قرية اسمها قرية الحرانية، قرية الحرانية مركز أبو النمرس محافظة الجيزة. ايه اللي حصل في أبو النمرس الجيزة؟ شاب شغال في مصنع بيجري على اخواته بيكون نفسه عشان يتجوز، شاب كل الناس بتشهد بأخلاقه وبتشهد بتدينه وابن ناس محترم وفي حاله، اسمه فرحات السيد. صورته فرحات السيد ده الشهير ببيبو، بيروح يشتغل بعد الفطار في مصنع، خاطب بنت من الجيران شغالة معاه في نفس المصنع، فبيفطر وبيعدي عليها ياخدها هي وزميلتها بيروحوا المصنع يشتغلوا فيه وبيرجعوا قبل السحور على اكل عيشه. اتعرف عليها في المصنع، طلعت في نفس المنطقة، خطبها، بيمشوا مع بعض هي وزميلتها. فطر فرحات او بيبو، خطبته وصحبتها الاربعه كانوا واقفين مستنيينه ماشيين رايحين المصنع، هو وخطبته واربع بنات معاها في المصنع، وهم ماشيين السرطان اللي حصل في 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 عظم البلد، السرطان اللي نخر في جسم البلد اللي اسمه التوكتوك، السرطان اللي مش لاقي له حل وخلاص بقى سرطان لا كيماوي نافع معاه ولا اشعاعي نافع معاه ولا اي علاجات، ودمر البلد، بيحصل كل الموبقات وكل المصايب من اللي شغالين على التكاتك دي. طبعا مش كلهم فيهم كويسين، لكن اللي احنا شايفينه ايه، اربع شباب راكبين توك توك، اربع شباب راكبين توك توك، حمزة ويوسف وبلال وعلي، حمزة ويوسف وبلال وعلي، ترتيبهم اهو، حمزة يوسف بلال علي، الأربعة واقفين جنب بعضهم اهو. للأسف اللي محزنني انهم هم الأربعة 16 17 16 17، مفيش حد 18. العيال دي اللي ملهاش أهل تربيها، الأربعة دول اللي القانون بيقولوا عليهم اطفال مكبين توك توك، لقوا الاربع الاربع بنات وخطيبه الشاب والشاب ماشيين، فراحوا للاسف من التوك توك واحد راح ماسك ايد البيت، شاب صايع، فخطيب البنت بيقول له ايه ده يا جماعه، ده احنا في رمضان، ده احنا في شهر كريم،
ده الناس بتصلي التراويح، عيب كده وانا راجل ماشي معاهم انا مش عاجبكم؟ فردوا عليه قالوا فين الراجل ده، ها ها فين الراجل ده، فين الراجل ده، شوية عيال يعني. الخطيب البنت ما قال لهمش حاجة، ده بيقول لهم عيب عليكم يا جماعة، ده احنا في شهر كريم، ده احنا في رمضان والناس بتصلي التراويح واحنا رايحين على شغل، عيب عيب، هو انا مش عاجبكم راجل يعني؟ قوم يبص لبعض، ها راجل، لا والله مش شايفين الرجالة، فين الرجالة دي، وبينكتوا عليه. ده ماشي مع خطيبته واربع بنات تاني ودول بيتمسخروا عليه، كلمة من هنا كلمة من هنا، راح اتنين ومسكينه واتنين تانيين، واحد جاب للأسف سكينة وراح نغزه والتاني على دماغه بجزازة من اللي بيشربوه في رمضان، للأسف بيسهروا جليل ليالي رمضان بيشربوا الخمور سن 16-17 سنة، والدولة والقانون يقول لك أطفال، نزل ميت في الحال. طبعا في الوقت ده اللي في الجامع واللي بيصلي في البيت واللي بيتفرج على التلفزيون واللي بيتفرج على رامز واللي مفيش حد في الشارع، ودول طالعين على اكل عيشهم، قوم الاربع شباب دول او الاربع عيال دول او الاربع اطفال دول يتلموا على شاب بيصرف على اهله وبيكون نفسه عشان يتجوز خطيبته اللي بيحبها، طعنة في الورك قطعة الشريان الرئيسي، طعنة في البطن، والتاني راح قبطه على دماغه وخد التوك توك وجيره. البنات طبعا خطبت الواد واربع قاعدين يصوتوا في الشارع فين وفين، لما الناس يا جماعه يا جماعه خدوه المستشفى كان ميت. خطبت البنات وخطبت البنت، خطيب البنت وخطبها والاربع اللي معاهم، طبعا خطبها راح الاسعاف كان ميت. قال اللي حصل يا بنات، قالوا اربع شباب في التوك توك مسكوا ايدينا وكانوا عايزين يمسكوا في جسمنا، فخطيب صاحبتنا بيقول لهم عيب يا جماعه، مش راجل اللي ماشي معاهم، نكتوا عليه وضحكوا عليه ومسخروه ونزلوا ضربوه قتلوه. في خلال ساعات بنشكر رئيس مباحث ابو النمرس الشاب المحترم، في خلال ساعات تم القبض على شويه العيال القذره دي، وكنت اتمنى اهاليهم يتحكموا علشان ما يعرفوش يربوهم. حمزه ويوسف وبلال وعلي اعترفوا تفصيليا، ارشدوا عن السلاح اللي استخدموه وقالوا كنا بنعاكس البنات وكنا شاربين. تخيلوا اربع اطفال بيقولوا كنا شاربين، طب شربوا امتى دول؟ دول دليل ان هم في صيام ايه؟ كنا شاربين، يعني كمان الجزايز كنا شاربين حشيش وشاربين بيره وما كناش حاسين بنفسنا، ولاقينا البنات حبينا ان احنا نمسك جسمهم، فلاقينا معاهم الشاب ده اللي اعترضنا فقتلناه. طب ده اسمه كلام؟ تقتل واحد رايح على اكل عيشه وانتوا خمرجية، واللي بيضايق اكتر انه مش هيسجنوا، هيروحوا احداث. طب ما هم اصلا العيال دي من غير حاجة تربية شوارع وعايشين احداث، دول كان يتعدموا عشان يكون عبرة لغيرهم، يقول لك لا القانون بيقول لك دول اطفال، دول اطفال، العيال دي اطفال، اللي بيشربوا مخدرات دول اطفال، القانون يقول لك اطفال غير مسؤولين عن تصرفاتهم. اما لما يمسكوا واحدة يغتصبوها بيبقوا أطفال، لما بيتجوزوا في السن ده بيبقوا أطفال، لما بيطلع لهم بطاقة وهم في السن ده يبقوا أطفال، اشمعنى بيتعاملوا في الانتخابات بيدلوا بصوتهم وبيطلع لهم بطاقات وبيطلع رخص ويجي يوم ما يعكسوا ولا يقتلوا نقول أحداث. في فرنسا الحدث لغاية سن 12 سنة، وإحنا في مصر 18 سنة. المهم اعترافات تفصيلية، مثلوا الجريمة، ارشدوا عن السلاح اللي استخدموه في قتل الشاب وازاز الخمرة كانت في التوك توك، اعترافات تفصيلية، وهم الان في انتظار المحاكم. لكن للأسف زي ما قلت لكم، حمزة ويوسف 16 سنة، بلال وعلي 17 سنة، وادي الاشكال الوسخة، وش اجرامة، وش اجرام على وشهم الاربعة دول، مش لو خلصنا منهم بالاعدام هنريح المجتمع ونريح اهاليهم ونريح دول عالة على البلد. لكن هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.